الإنسان الذي لديه عقل هل يستطيع أن يقول هذه مصادفة؟ يعني هذه الأرقام محكمة ومنضبطة وذات دلالة أيها الأحبة. أصبح لدينا معنى لكلمة الرجس أنها تستخدم في الأشياء المعنوية، بينما الرجز بالزاي يستخدم في الأشياء المادية، وأضعها في 10 مرات أكررها، في 9 آيات، في 7 سور. أرحب بكم في اللقاء الثاني من سلسلة إشراقات الرقم 7 في القرآن الكريم. وأود أن أقول أيها الأحبة إن الإعجاز لا يقتصر على الرقم 7، فالرقم 7 يمثل محور الإعجاز في القرآن، وهناك إعجاز مذهل للأعداد الأولية، العدد 11، 19 إلى آخره، ولكن هذا العدد هو المحور. اليوم أيها الأحبة أحببت أن أطرح شبهة لأحد الملحدين الذين دأبوا على انتقاد أي شيء في القرآن. طبعا ينتقدون كلمات القرآن، يقولون القرآن مرة يقول الرجز بالزين بالزاي، ومرة يقول الرجس بالسين، والمعنى واحد، لماذا يستخدم هذه الكلمة هنا وهذه الكلمة هنا؟ لذلك أيها الأحبة اليوم سوف أذهب معكم إلى برنامج إحصاء القرآن الكريم لنتأكد لغويا ورقميا أنه لا يوجد شيء اسمه تكرار في القرآن، ولكن كل كلمة وضعت في المكان الدقيق ولا يمكن أن تستبدلها بكلمة أخرى، ولا يمكن أن تبدل حرفا بحرف، فهو كتاب محكم بكل ما فيه. إذا تأملنا أيها الأحبة الرجس في القرآن، طبعا الرجس هو يعني شيء سيء. الله تعالى يقول، يعني على سبيل المثال، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المقصود هنا رجس الشيطان، شرك الشيطان، وساوسه وعمله السيء. يريد الله أن يطهر أهل بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم من هذا الشيطان. في آية ثانية، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن هنا نتحدث عن يعني شيء معنوي، الرجس غير ملموس، شيء معنوي. قال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس بالسين على الذين لا يؤمنون. الرجس هنا أيها الأحبة بمعنى الشرك والعمل السيء ووساوس الشيطان، إذن كله شيء معنوي يعني غير ملموس، لا تستطيع أن تلمسه. بينما إذا تتبعنا الآيات التي ذكر فيها الرجز بحرف الزاي، نجد مثلا في قصة سيدنا موسى عليه السلام، ولما وقع عليهم الرجز، الرجز بالزاي، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. إذن الرجز هنا كما نعلم هو الضفادع، الدم، الجراد، القمل، هذه 9 آيات أرسلها الله على بني إسرائيل. الله أرسل سيدنا موسى في 9 آيات كما في نص القرآن الكريم. تذكروا الرقم 9 أيها الأحبة، لأننا سنكتشف بعد قليل معجزة والله تخشع لها القلوب وتحتار فيها العقول.
الآن أيها الأحبة، لنأخذ مثلا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن الرجز هنا هو الحجارة التي أرسلها الله من السماء، حجارة من سجيل أهلك الله بها بعض الأقوام لضلالهم وفسادهم، أهلكهم بالرجز. إذن هنا شيء مادي ملموس. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، شيء ملموس، العذاب ملموس. إذن أيها الأحبة، أصبح لدينا معنى لكلمة الرجس أنها تستخدم في الأشياء المعنوية، بينما الرجز بالزاي يستخدم في الأشياء المادية. انظروا أيها الأحبة، لا يوجد تكرار في القرآن، ولا تستطيع أن تضع هذه الكلمة مكان تلك. المفاجأة أيها الأحبة أننا إذا بحثنا في القرآن عن الرجس والرجز، نجد أن الرجز ذكر 10 مرات في القرآن، تلك 10 كاملة، سبحان الله، 10 مرات في القرآن. طيب هل تتوقعون معي أن الرجس والرجز ذكرا بنفس العدد؟ لو بحثنا عن الرجس نجده ذكر 10 مرات، ولو بحثنا عن الرجز نجده ذكر 10 مرات، سبحان الله، يعني كتاب محكم أيها الأحبة. طيب كيف هذه المرات، كيف ذكرت؟ قد يقول قائل هذه مصادفة، ولكن لكي يبعد الله سبحانه وتعالى أي مصادفة عنك أيها الإنسان، وضع ميزة ثانية أو تماثل آخر ليدلك على أن هذا الكلام ليس صدفة. إذن الرجس تكرر 10 مرات، والرجس تكرر 10 مرات، ولكن الرجس ذكر في 9 آيات، لأن لدينا آية وردت فيها كلمة الرجس 2 مرات، قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، ذكرت 2 مرات هنا، وبالتالي أصبح عدد الآيات 9. إذن الرجس ذكر 10 مرات في 9 آيات، لأن هناك آية ذكر فيها الرجس 2، يصبح عدد الآيات 9. طيب ماذا عن الرجس؟ هل تتصورون معي أن تتكرر القاعدة الرياضية والهندسية بالضبط؟ تأملوا أيها الأحبة، الرجس تكرر في القرآن 10 مرات، ولكن هناك آية ذكر فيها الرجس 2، وهي قوله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. إذن ذكرت الرجز 2، فأصبح عدد الآيات 9. إذن أصبح لدينا أيها الأحبة الرجس ذكر 10 مرات في 9 آيات، والرجز ذكر 10 مرات في 9 آيات. يعني العقل، الإنسان الذي لديه عقل هل يستطيع أن يقول هذه مصادفة؟ على الرغم من ذلك الله تعالى وضع قاعدة ثالثة رياضية لتؤكد لنا أنه لا يوجد مصادفة في القرآن. طيب هذه المرات 10، إذا قلنا أن الرجس ذكر 10 مرات في 9 آيات، ولكن كم سورة؟ عدوا معي أيها الأحبة، الرجس ذكر أول مرة في سورة المائدة، عدوا معي، المرة الثانية في سورة الأنعام: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
وذكر مرة ثانية في سورة الأنعام أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله، إذا مرتين في سورة الأنعام. السورة الثالثة هي سورة الأعراف، قال قد وقع عليكم رجس وغضب. إذن أصبح لدينا ثلاث سور. السورة الرابعة هي سورة التوبة، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. المرة الخامسة أيضا في سورة التوبة، إذن لدينا أربع سور، ويجعل فزادتهم رجسا إلى رجسهم مرتين. المرة الخامسة في سورة يونس، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. المرة السادسة في سورة الحج، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. المرة السابعة في سورة الأحزاب والأخيرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن لدينا سبع سور ذكر فيها الرجس بالسين، بدأت بسورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وختمت في السورة السابعة في سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ختمت بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصبح لدينا أيها الأحبة الرجس ذكر 10 مرات في 9 آيات في 7 سور. هذه سلسلة هندسية، 10 مرات في 9 آيات في 7 سور. طيب ماذا عن الرجز؟ هل تتصورون معي أن القاعدة بحرفيتها سوف تنطبق؟ لنثبت ذلك، الرجز تكرر في 10 مواضع من القرآن، 10 مرات في 9 آيات كما قلنا، ولكن في السور التالية. أول مرة وردت كلمة الرجز في سورة البقرة، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، وكما قلنا إن الرجز مادي، ينزل من السماء عقوبة، حجارة من سجيل إلى آخره، عذاب مادي. المرة الثانية في سورة الأعراف، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى، طبعا مرتين تكررت في سورة الأعراف أو 3 مرات، فلما كشفنا عنهم الرجز، 4 مرات تكررت. إذن الرجز تكرر 4 مرات في سورة الأعراف. الآن في سورة الأنفال، إذن قلنا البقرة، الأعراف، الأنفال، ويذهب عنكم رجز الشيطان. إذن الأنفال هي السورة الثالثة. السورة الرابعة العنكبوت، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. المرة الخامسة في سورة سبأ، والذين سعوا في آياتنا معاجزين. طبعا ليس المرة الخامسة، نقول السورة الخامسة. السورة السادسة الجاثية، قال تعالى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. والمرة الأخيرة التي ذكر فيها الرجز في القرآن هي السورة السابعة في سورة المدثر، والرجز فهجر. إذن أصبح لدينا كلمة الرجز ذكرت في 10 مواقع في 9 آيات في 7 سور. سبحان الله، بالله عليكم، هل يستطيع أحد أن يقول إن هذه مصادفة؟ أن نجد كلمتين، بعض المفسرين قال فيهما إن الرجس والرجس شيء واحد، ويعني حتى إن السين قلبت زايا، السين قلبت لحرف زاي، ولكن في القرآن لا يوجد هذا الكلام أيها الأحبة، كل كلمة وكل حرف مضبوط
يعني من يستطيع أن ينزل كتابا أو يؤلف كتابا ويقول إنني سأضع كلمتين قريبتين من بعضهما، ولكن واحدة أضعها الرجس في الأشياء المعنوية وأضعها في 10 مرات أكررها، في 9 آيات في 7 سور. ثم الكلمة الثانية القريبة جدا منها وهي الرجز، سوف استخدمها مع العقاب المادي الملموس، العذاب الملموس، وسوف أكررها 10 مرات في 9 آيات في 7 سور أيضا، نفس القاعدة تماما. والله أيها الأحبة، إن هذا العمل لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وبخاصة يعني لماذا 10 مرات؟ الله يريد أن يقول لك تلك 10 كاملة. العشرة تعني الكمال، التسعة هي 9 آيات التي أرسل الله بها موسى عليه السلام. قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. والعدد 7 كما نعلم هو عدد أبواب جهنم، لها 7 أبواب. والرجز أيها الأحبة لا يقع إلا على أهل النار، والرجس كذلك لا يقع إلا على الضالين، والعياذ بالله، هم أصحاب النار ذات ال7 أبواب. يعني هذه الأرقام محكمة ومنضبطة وذات دلالة أيها الأحبة. تصوروا أيها الأحبة، يعني السؤال لكل إنسان عاقل ملحد، إذا كان كل هذا الإعجاز موجود فقط في كلمتين، فإذا ما درسنا كلمات القرآن والذي يتألف من أكثر من 77,000 كلمة، ما هو حجم الإعجاز الذي سنجده في هذا الكتاب العظيم؟ إن هذه المعجزة لتشهد بصدق قول الله تعالى الذي قال: ولتعلمن نبأه بعد حين. واليوم أيها الأحبة نحن نعلم هذه الأنباء وهذه المعجزات الجديدة والتي تنكشف أمامنا لأول مرة، لتكون شاهدا على صدق هذا الكتاب العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.